السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ ثواني وإن شاء الله نبدأ. أتمنى الجميع فتح المذكرة على الأوامر، عفوا، على المراحل الإنتاجية، على درس المراحل الإنتاجية. هل الجميع الآن فتح مذكرة على صفحة 45؟ نعمل لكم شوية مراجعة بسيطة عن الأشياء اللي تطرقنا لها في المحاضرة الماضية، وكذلك عاد نضيف لكم يعني عدة عناصر جديدة. هل الجميع جاهز؟ يلا بسم الله نبدأ. طبعا نحن أخذنا في اللقاء الماضي تكلمنا على نظام المحاسبة عند هيكلية المراحل الإنتاجية. طبعا احنا تكلمنا على فصل المراحل، الفصل الذي قبله تكلمنا على محاسبة العقود أو المقاولات، والآن سوف نتكلم عن تكاليف المراحل الإنتاجية. وتكلمنا لكم المراحل يعني تتميز بأن الإنتاج فيها يعتبر إنتاج مستمر، يعني المنتج يمر بعدة مراحل حتى يصبح يعني منتج نهائي، بعكس مثلا تكاليف الأوامر. الأوامر عبارة كل أمر يمثل إنتاج يعني مميز عن الأمر الآخر، تمام؟ فبعدين تكلمنا عندنا عدة عناصر. احنا يهمنا عدد الوحدات المنتجة، تمام؟ طيب ليش؟ عشان نوصل إلى متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. فهنا يعني عندي العناصر أو عناصر التكاليف أنا أجمعها، وبالتالي أحسب متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. طبعا احنا لما ندخل التكاليف كلها في المرحلة في جانب المدين، متوقع أن جميع هذه الوحدات تخرج في الجانب الدائن بهذه التكاليف، تمام؟ ولكن مرت عندنا عدة حالات، تمام؟ عندنا أول حالة أن جميع الوحدات التي دخلت في بداية الفترة خرجت إلى المرحلة الثانية، فبالتالي مجموع التكاليف نقدر نقسمه على عدد الوحدات كاملة، ما عندنا فيه أي مشكلة. ننتقل الآن لصفحة 46، يعني هذا مثال على الكلام اللي قلناه، أن بدأنا التشغيل على 1000 وحدة ولم يكن هناك إنتاج تحت تشغيل أول الشهر، وكذلك لم يكن هناك إنتاج تشغيل آخر الشهر، فبالتالي أنا أجمع التكاليف هذه كلها، عندي مواد مباشرة وأجور مباشرة وأعباء إضافية، جمعتهم هذول كلهم طلعوا لي قيمتهم 60,000 ريال، وأنا عندي 1000 وحدة، فإذا أبي أعرف متوسط تكلفة الوحدة الواحدة أمسك 60,000 تقسيم 1000 وحدة، وبالتالي يعطيني 60 ريال، فمتوسط التكلفة سهل. أمسك مجموع التكاليف اللي خشت خلال هذه الفترة، أقسمها على عدد الوحدات التامة المحولة إلى المرحلة التالية، وبالتالي عندي 60,000 تقسيم 1000 وحدة، وبالتالي متوسط التكلفة 60 ريال. بعدين انتقلنا شوي، صار عندي حالة مختلفة، أن الوحدات اللي دخلت مثلا دخل عندي 1000 وحدة، ولكن فقط 800 وحدة هي اللي أصبحت وحدة تامة، أما 200 وحدة فهي تعتبر وحدات تحت تشغيل أو وحدات غير تامة. فبالتالي أنا لما أمسك التكلفة وأبي أحسب متوسط تكلفة الوحدة الواحدة يصير عندي مشكلة. لو مسكت التكلفة أو قسمتها على 1000 وحدة، فبالتالي يصبح عندي رقم غير دقيق، يصبح عندي وحدات، كل الوحدات خذوا التكلفة بنفس يعني بنفس المعدل، وفعليا لا، أنا عندي وحدات تامة وعندي وحدات غير تامة، فالوحدات التامة هي
يعني طبيعي بيكون يعني نسبتها من هذه التكاليف أكثر، استفادت من هذه التكاليف أكثر من الوحدات اللي تحت التشغيل. فبالتالي لازم نحل هذه المشكلة، فبالتالي قلنا نمسك الوحدات اللي تحت التشغيل أو الوحدات الغير تامة، نضربها في مستوى الإتمام. تمام؟ فتمرير رقم 2، أنا الآن في صفحة 47، هذا أخذناه درسناه في اللقاء الماضي، ولكن أنا أعيده سريع لأن نبني عليه التمرين الجديد اليوم. ففي تمرين 2 دخل عندي 1000 وحدة جديدة، ولكن في نهاية الفترة أصبح عندي 800 وحدة. هذه تعتبر وحدة تامة. أي إيش معنى تامة؟ يعني مستوى الإتمام 100%، وعندي وحدات تحت التشغيل. فبالتالي أنا بيحول هذه وحدات التشغيل يعني إلى وحدات تامة معادلة. تمام؟ يعني أعادلها للوحدات التامة. فأنا عندي 200 وحدة تحت التشغيل، مستوى الإتمام 50% معطى في السؤال، أضرب 200 في 50% يعطيني 100 وحدة. فبالتالي 100 وحدة هذه تمثل إيش ال 100 وحدة؟ للمتابعين معي، ال 100 وحدة هذه تمثل إيش؟ تمثل الوحدات التامة المعادلة. تمام؟ يعني كأنها هذه الوحدات التامة، يعني حولناها من وحدات غير تامة إلى وحدات تامة. كيف عرفناها؟ مسكناها هي كم عددها 200 وحدة، وضربناها في نسبة أو في مستوى الإتمام وهو 50%، فبالتالي أصبح عندي 100 وحدة. فبالتالي أنا الآن أمسك التكلفة، مثلا عندي في هذا السؤال لو نشوف حساب المرحلة، عندي مواد مباشرة وأجور مباشرة ومصاريف أعباء أو مراقبة الأعباء، عندي هذول لو نجمعهم يعطيني 54,000 ريال. فبالتالي أنا عندي 800 وحدة تامة، وال 200 وحدة قلنا حولناهم صاروا كم؟ ال 200 وحدة لما ضربناهم في مستوى الإتمام 50% أصبحوا كم؟ اللي يتابع معاي مركز يكتب ممتاز، يعني تطلع ممتاز أخ حسن، يطبع 100 وحدة. فبالتالي أمسك 800 وأضيف عليها 100 يصبح 900. فبالتالي التكلفة خلال هذه الفترة اللي هي 54,000 أقسمها على 900. تمام؟ أقسمها على 900 عشان يعطيني تكلفة الوحدة الواحدة. تمام؟ فأنا يصير عندي لو نمسك الحاسبة نكتب 54,000 تقسيم 900 يعطيني معدل زي ما كتبت الأخت هبة ونورة 60 ريال للوحدة الواحدة، هذا متوسط تكلفة الوحدة الواحدة. فبالتالي لما أرجع إلى حساب المرحلة ألف يصير عندي التكلفة هذه أوزعها على قسمين، عندي من حساب المرحلة باء 800 وحدة، هذه اللي بيروحون إلى المرحلة باء، من المرحلة ألف إلى مرحلة باء. فكيف قيمتها؟ أنا أعرف المتوسط 60. تمام؟ فأمسك 60 ضرب 800 يعطيني 48,000 ريال. عرفتوا كيف جات 48,000 ريال؟ ليش أنا من ساعة حسبت المتوسط؟ عشان أوصل هذه النقطة. تمام؟ فأنا أمسك 60 ريال اللي هو المتوسط 800 وحدة يعطيه 48,000، والباقي يبقى الرصيد، الباقي يبقى الرصيد المرحل، يصير عندي 54,000 ناقص 48,000 هو اللي يمثل 6,000 ريال. تمام؟ يمثل 6,000 ريال. ولا اللي يبي يحسب بطريقة أخرى يقول أنا عندي متوسط 60، وعندي اللي عندي اللي يسمونه تحت التشغيل يعادل 100 وحدة، فبالتالي أضرب 60 ضرب 100 ويساوي 6,000. فبالتالي أجمع 48 على 6,000 يطلع لي 54,000 بجانب الدائن، فبالتالي يصبح عندي الحساب متزن وصحيح إن شاء الله. طيب، هنا سؤال تسأل الأخت هبة عن كيف جات 48,000. طيب، حنا الآن أول حاجة عرفتي كيف جات 60 ريال متوسط تكلفة الوحدة الواحدة. ممتاز، خلاص. الآن أنا الآن نجي إلى حساب المرحلة. جانب المدين عرفنا كيف جاء، هذه عبارة تكاليف ومجموعها 54,000 ريال. تمام؟ ننتقل الآن، حنا الآن نبي نعمل نرحل 800 وحدة إلى حساب المرحلة باء. كيف نحسب تكلفته؟ أنا عندي 800 وحدة تامة سوف ترحل إلى حساب المرحلة باء، 800 ضرب 60 يعطيني 48.
واضح كيف جاء 48؟ ممتاز. فأنا عندي يعني أنا الآن عندي عدة عناصر، أبي أعرف عدد الوحدات التامة، تمام، وعدد الوحدات تحت التشغيل التام المعادلة، وأبي أعرف متوسط تكلفة الوحدة الواحدة عشان أنا أوزع التكلفة على هذا العنصرين، تمام. هذه الفكرة. فأنا أول حاجة أحسب متوسط تكلفة الوحدة الواحدة، عرفنا كيف جاء، وبالتالي بعدين نحسب تكلفة العناصر المرحلة، سواء اللي المرحلة باء أو الرصيد في مرحلة ألف. بعدين في صفحة 48 تقرير، هذا يشرح لك كيف جاءت العناصر، أتمنى أنكم تقرونه وتفهمونه، لأن أبي نقرأ يعني شوي يضيع وقتنا، يعني نفس الكلام اللي شرحناه هذا مكتوب، فأتمنى تقرونه. طيب، وقفنا أمس في، أو عفوا، في اللقاء الماضي عند صفحة 49، المحاسبة عن تكلفة الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة في حالة إضافة المواد الخام دفعة واحدة عند مستوى إتمام معين، تمام؟ أنا الآن في صفحة 49. طبعا في الأمثلة الماضية حنا يعني افترضنا أن المواد يتم إضافتها بشكل منتظم خلال مرحلة الإنتاج، تمام؟ الآن بيعطيك حالة ثانية، لأن في الواقع أحيانا يختلف، لما يكون عندك منتج ما يمكن أنك تضيف المواد كلها في وقت واحد، عرفته؟ فأحيانا المادة يتم إضافتها لما يبلغ مستوى الإتمام، يعني مستوى معين. فمثلا في البداية مثلا أنا أضيف مادة مثلا X، في مثلا ما يصبح مستوى الإتمام 30% أضيف مادة Y، يعني وهكذا. فبالتالي هذا السؤال أو هذا التمرين يذكر لي هذه المواد اللي هو بافتراض مادة سين ومادة صاد ومادة عين ومادة طاء، هذه أعطاك أسامي لهم افتراضية، وبالتالي ذكر لي كيف يتم إضافتهم. فنبدأ نقرأ السؤال أو التمرين. أنا الآن في صفحة 49، تمرين رقم 3. الجميع متابع؟ طيب، الجميع متابع. طيب، نبدأ الآن التمرين. يقول بدأ التشغيل في المرحلة الأولى بمصنع التقى خلال شهر محرم 1419 على 1000 وحدة جديدة، تمام؟ هذا حطوا خط على 1000 وحدة جديدة. فإذا علمت أنه واحد، تضاف للمرحلة 4 أنواع من المواد المباشرة، تمام، تضاف للمرحلة 4 أنواع من المواد المباشرة، وهي سين بانتظام. إيش معنى يعني يتم إضافة المادة سين بانتظام؟ يعني على طول الفترة يتم إضافتها، تمام. فبالتالي الوحدات سوف تستفيد من سين بالكامل، تمام. صاد دفعة واحدة في بداية التشغيل، فمعناها في بداية التشغيل لما يكون مستوى الإتمام صفر، سوف جميع الوحدات تستفيد من المادة صاد، تمام، من المادة صاد. طيب، بعدين لما ننتقل إلى وعين، دفعة واحدة عند مستوى إتمام 30%، فبالتالي لما يكون الوحدات مستوى الإتمام 30% سوف يتم إضافة عين، تمام؟ تمام. فلو تخيلوا عندي وحدات نسبة الإتمام حقها 20، هل ستستفيد من عين ولا لا؟ سؤال ممتازين ممتازين، أنتم ما شاء الله متابعين معي. طيب، وبعدين لما طاء، يتم إضافة المادة طاء عند مستوى إتمام 60%، فبالتالي أي مادة أقل من 60%، لو عندي مادة 59% هل تستفيد من طاء؟ لا. ممتاز. فهذه الآن فكرة توزيع المواد، تمام؟
الآن انتهينا منها، الآن انتهينا من رقم واحد، نجي الآن رقم اثنين، يقول بلغت تكاليف تشغيل المرحلة يعني الشهر ما يلي، تمام؟ تكلفة المادة سين 9000 ريال كلفتني، وصاد 20000، وعين 30000، وطاع 16000، هذه بالنسبة للمواد. وبالنسبة للأجور المباشرة 27000، والأعباء الإضافية 18000. عندي نقطة الآن أبيكم يعني تنبهون لها، عندي الأجور المباشرة والأعباء الإضافية، هذه تستفيد منها جميع الوحدات خلال الفترة، يعني يتم الاستفادة منها بانتظام خلال الفترة، فبالتالي الأجور والأعباء هذه في جميع المواد أو جميع الوحدات خلال الفترة يجب أن تستفيد منها، تمام؟ بعكس توزيعات المواد اللي ذكرناهم مثلا صاد وسين وعين وطاء. طيب ننتقل الآن ثلاثة، تمت خلال الشهر 800 وحدة وحولت إلى المرحلة التالية، حنا نعرف دخلت علي كم في البداية 1000 وحدة، وتمت خلال الشهر كم هنا 800 وحدة، أما باقي الوحدات فما زالت تحت التشغيل في نهاية الشهر بمستوى إتمام 50%. فبالتالي لو أسألك أنا أقول لك كم عدد الوحدات في نهاية الفترة تحت التشغيل، كم عدد الوحدات تحت التشغيل نهاية الفترة؟ كم عددها؟ 200، تمام. مستوى إتمامها كم؟ لو أبي أحولها إلى وحدات تامة كم تصبح؟ 100. ممتازة ممتازة. طيب المطلوب إعداد تقرير الإنتاج التام المتعادل للمرحلة عن شهر محرم 1419، إعداد تقرير تكلفة المرحلة عن شهر محرم، وتصوير حساب المرحلة. تمام، نبدأ الآن الحل. طبعا أول حاجة نبدأ نرسم حساب المرحلة، نرسم حساب المرحلة. أول حاجة نأتي إلى جانب المدين، تمام، جانب المدين نضع فيه جميع التكاليف الخاصة بالمرحلة ألف خلال الفترة، فبالتالي أنا أحط فيه 9000 ريال، هذه يمثل المادة سين، فأحط فيه 20000، وأحط فيه 30000، 16000، و27000، و18000 ريال، فلو هذول كلهم نجمعهم يعطيني 120000 ريال. في أحد عنده مشكلة في جانب المدين؟ أقول له واضح، تكاليف مو كلها موجودة في السؤال، حملتها على المرحلة وجعلتها في جانب المدين، فبالتالي الآن هذا كله تمام. طيب ننتقل الآن الجانب الأيسر، تمام. عندي الآن شوفوا الجانب كيف يبدأ، أنتوا شوفوا الجانب الدائن، بعد ما ينتهي الجانب الدائن عندي مكتوب 0%، 10%، 20%، هذه الدكتور وضعها بهذه الطريقة عشان توزع التكلفة، وبالتالي يسهل عليك الحل. أول حاجة أنا عندي الآن نوعين من، عندي 1000 وحدة دخلت جديدة، تمام؟ فبالتالي تنقسم إلى قسمين، عندي 800 وحدة، تمام؟ وعندي 200 وحدة بمستوى إتمام 50%، فبالتالي أنا الآن بوزع التكلفة ال 120000 هذه اللي شفتوها في جانب المدين، بوزعها على هذه الوحدات، بوزعها على 800 وحدة، وبوزعها على 200 وحدة تحت التشغيل. نأتي أول في صاعد 800 وحدة، كم تستفيد من صاد؟ طبعا احنا نعرف صاد من السؤال ايش يقول، دفعة واحدة في بداية التشغيل، تمام، تضاف دفعة واحدة في بداية التشغيل، فبالتالي صاد عندي اياها كم؟ 20000 ريال، فنكتب الحاسب 20000 ريال، وانا عندي الوحدات هذه كلها استفادت منها، فبالتالي اضربها في 80% مثلا يعطيني 16000 ريال. فبالتالي أنا وزعت تكلفة صاد ما بين 800 وحدة و20 أو عفوا و200 وحدة، فبالتالي 800 وحدة أخذت 16000 ريال، والباقي ما يحتاج أحسبها، على طول أطرح 16000 أطرحها من صاد اللي هي 20000، فبالتالي يبقى 4000 ريال، فبالتالي الآن عرفتوا كيف وزعنا التكلفة. طيب اللي ما فاهمه بيفهم إن شاء الله في النقطة الأخرى. طيب الأخت سميرة، الأخت سميرة أنت جاية معنا من البداية، طيب إن شاء الله تفهمينا في النقطة الأخرى. طيب
طيب الآن نبدأ مثلا ناخذ الآن عنصر، ناخذ العنصر الثاني المادة عين. المادة عين مكتوب في السؤال يتم إضافتها للمرحلة دفعة واحدة عند مستوى إتمام 30%. فبالتالي نروح عند مستوى إتمام 30%، كم قيمة المادة عين؟ 30,000 ريال. تمام، قيمتها كم؟ 30,000 ريال. فبالتالي أوزعها ما بين هذول الوحدات، ما بين هالوحدات 800 وحدة و200 وحدة. فبالتالي أمسك 30,000 ريال، تمام، أضربها في 80% اللي تمثل 800 وحدة، تمام، أو زي ما سواها لكم الأخ حسن، وتعطيكم 24,000 وحدة. تمام، 24,000 وحدة. واضح كيف جات 24,000 وحدة. بعدين الآن هذه بالنسبة ل 800 وحدة، بالنسبة لل200 وحدة تحت التشغيل استفادت 6,000 ريال. كيف 6,000 ريال؟ عندي 24 الأخت هبة سليم أضربناه 30%. هو ما له علاقة 30%، هو الآن عندنا التكلفة هي 30,000. متى يتم توزيعها؟ لما يوصل مستوى الإتمام 30% فقط. يعني 30% هذه المعلومة إيش نستفيد منها؟ يعني أن التكلفة أي وحدات يبلغ مستوى اللي يسأل حنا الآن في صفحة 49، يعني الآن الفكرة من 30% هذا مستوى الإتمام. يعني الآن أنا عندي تكلفة، تخيل أنتم ماسكين تكلفة بيدكم قيمتها اللي هو عين كم؟ 30,000 ريال. متى هذه يعني أوزعها على الوحدات؟ لما يبلغ مستوى إتمامها 30%. وأنتم زي ما تعرفون إحنا قسمنا وحدات إلى قسمين، 800 وحدة هذه تمثل الوحدات التامة، وعندي وحدات تحت التشغيل. فأنا الحين أبي أقسم التكلفة هذه على هذا النوعين من الوحدات. فهذه فقط فكرة 30%. 30% هذه فقط تعلمني متى أضيفها. يعني لو مثلا الآن بتشوفين إيش فائدتها لما نوصل إلى طاء. فالآن بس تكونوا معي مركزين، عندي عين 30,000 ريال قسمتها 24,000 ريال راحت من نصيب 800 وحدة. كيف حسبناها؟ 30,000 ضرب 800 تقسيم 1000. فبالتالي 1000 اللي يمثل مجموع عدد الوحدات اللي سواء التامة واللي تحت التشغيل، فبالتالي أعطاني 24,000 ريال، و6,000 اللي حطيناها في صف 200 وحدة بمستوى إتمام 50%، 6,000 ريال. كيف جات؟ أنا أعرف التكلفة 30,000 وأطرح منها 24,000 اللي تخص 800، فبالتالي يبقى 6,000، ولا أقول 30,000 ضرب 200 تقسيم 1000 اللي هو 20%. فبالتالي خلصنا من عين. تمام، بعدين نوصل 50. خلاص لما وصلنا الآن بنعيدها مرة ثانية، اللي ما فهمها إن شاء الله يفهم مرة أخرى، بس خلونا الآن نكمل عشان ما نقطع حبل الأفكار اللي فاهمين، بعدين إن شاء الله نرجع للي مش فاهم. تمام، فالآن لما نوصل إلى 50% خلاص الوحدات تحت التشغيل ما تستفيد من أي تتأليف تحمل فوق يعني 50%. فبالتالي لما أجي طاء هذه يتم إضافتها لما يبلغ مستوى الإتمام 60%. فبالتالي 800 وحدة هي نسبة إتمامها 100، فبالتالي 60% يدخل من ضمن تكلفتها. تمام، فبالتالي جميع تكلفة طاء تحمل على 800 وحدة، وطاء المادة طاء قيمة تكلفتها 16,000 ريال. تمام، فهذا جاء 16,000 ريال، ولا حطينا شوفوا 200 وحدة تحت التشغيل ما حطينا لها أي تكلفة بالنسبة للطاء. ليش؟ لأن مستوى الإتمام حقها 50%، وأنا الآن وصلت إلى مستوى 60%. فهذه الأخت اللي سألت ليش عين 30%، هذه الآن هذه فقط تفيدني متى أضيف التكلفة. تمام، فتفيدني في التوزيع التكلفة. فبالتالي أنا الآن وزعت التكلفة كلها على 800 وحدة، تمام، لأنها هي التي تستفيد منها، ولم أوزعها على 200 وحدة لأنها مستوى الإتمام 50%، وأعطى فقط تضاف لما يبلغ مستوى الإتمام 60%. طيب نكمل. خلصنا الآن من المواد. تمام، خلصنا من
صاد وعين وطاء. طيب عندنا سين، تمام؟ سين كاتب في السؤال يتم إضافتها بانتظام، فبالتالي الجميع سوف يستفيد من سين، تمام؟ هذه حطها على جنب. الآن لما تشوفون في حل التمرين، شوفوا لو تشوفون مكتوب فوق، مكتوب المجموع 54,000 ريال، بعدين مكتوب سين 9,000 ريال، هذه الآن حطوا بالحاسبة 9,000 ريال. هذه الآن أنا بجمع التكاليف اللي بوزعها على جميع الوحدات المعادلة زي ما سوينا في التمرين واحد والتمرين اثنين، فبالتالي عندي 9,000 ريال. وأنا قلت لكم الأجور والأعباء هذول يعتبرون من التكاليف التي يتم الاستفادة منهم بانتظام، فبالتالي أجمع 9,000 ريال زائدا 27,000 ريال اللي تمثل الأجور، زائدا الأعباء الإضافية اللي تمثل 18,000 ريال، فبالتالي هذه لو أجمعها كلها تعطيني 54,000 ريال. 54,000 ريال أجيب المتوسط حقها. أنا المتوسط حقها كم؟ أقسمها على كم عدد وحدة؟ أقسمها على 1000 ولا أقل؟ أقسمها على 900، تمام؟ كيف عرفنا 900؟ عندي 800 وحدة تامة، طيب 800 وحدة تامة زائد 100 وحدة، طيب 100 وحدة هذه تمثل وشو؟ 200 وحدة تحت التشغيل ضرب مستوى إتمام 50%، تمام؟ فبالتالي يصير عندي 800 زائد 100 يساوي 900، فبالتالي أقسم 54,000 تقسيم 900 يعطيني المتوسط 600، تمام؟ فلو أبغى أوزعها، شوفوا الآن لو في المذكرة مكتوب بعد ما خلصنا طاء حاط لي 48,000، كيف جاتني 48,000؟ عندي 60 ضرب 800 يعطيني 48,000، ممتاز. وبالتالي 48,000 أطرحها من 54,000 يعطيني 6,000 اللي خاصة بالوحدات تحت التشغيل، ولا أحسبها بطريقة أخرى 60 ضرب 100 وتساوي 6,000 ريال. فبالتالي أنا الآن وزعت التكلفة على نوعين من الوحدات، عندي 800 وحدة تامة وتكلفة 200 وحدة تحت التشغيل، تمام؟ أول حاجة وزعت عندي حسب المواد، إضافة المواد، وعرفنا كيف وزعناهم حسب نسبة الإتمام، وكذلك بعدين حطينا عدة عناصر في النهاية اللي هي المواد التي يتم إضافتها بانتظام مثل المادة سين، كذلك حطينا الأجور والأعباء. قلنا الأجور والأعباء هي من التكاليف التي يتم يعني الاستفادة منها طول فترة في المرحلة، فبالتالي هذول مسكناهم وجمعناهم وقسمناهم على عدد الوحدات المعادلة اللي تمثل 800 وحدة زائد 100 وحدة، وعرفنا كيف جات 100 وحدة. فبالتالي الآن نجي نجمع التكاليف، الآن نبدأ بالحاسبة. الآن أنا عندي نوعين من التكاليف، عندي 800 وحدة، أنا أرجع الآن إلى جدول حساب المرحلة ألف الجانب الدائم، الآن إيش مكتوب؟ 104,000، من وين جت هذه 104,000؟ هذه جات من الشغل اللي سويناه بساعة، نبدأ نمسك الحاسبة نحط 16,000، أنا الآن أبي أحسب تكلفة الوحدات المرحلة إلى باء، تمام؟ عندي 16,000 زائد 24,000، تمام؟ زائد 16,000 زائد 48,000، هذه كلها لو نجمعها على بعض تعطيني 104,000 ريال، تمام؟ 16,000 كيف جبناها؟ عندي طريقتين، يا أمسك 104,000 أطرحها من 120,000 ويعطيني هذا رصيد مرحل، ولا أمسك التكاليف اللي طلعتها في صف 200 وحدة بمستوى 50%، أمسك 4,000 زائد 6,000 زائد 6,000، وبالتالي يعطيني 16,000 ريال. 4,000 زائد 6,000 10,000 ريال، زائد 6,000 يساوي 16,000 ريال. كيف الأمور؟ واضحة ولا؟
طيب الآن في جزء يعني أنتم مقسمين، في ناس واضح عندهم، في ناس غير واضح. بالنسبة للناس اللي غير واضح، أي جزئية غير واضحة؟ طيب ممتاز ممتاز، غير واضح جزئية توزيع المواد، كذا على الأقل نقدر شوي نوصل معكم نتيجة إن شاء الله. بس دقيقة شوي. طيب الآن بس خلونا شوي نعطيه كذا نظرة سريعة، بعدين نجي للأخت اللي تسأل طريقة توزيع المواد. أول حاجة أنا عندي حساب المرحلة وفي جانب المدين، وعرفنا احنا ال 120 ألف ريال هذه كيف جات، هذه كلها أخذناها من السؤال. الفكرة الآن هذه التكلفة أنا أبي أوزعها على الوحدات، تمام؟ الوحدات ما استفادت منها كلها بشكل متساوي، تمام؟ في التمرين رقم واحد انا خش لي 1000 وحده، وفي نهايه الفتره هذول كلهم اصبحوا وحدات تامه، فبالتالي التكلفه هذه كلها بقسمها على 1000 مباشره، فبالتالي ما عندي اي مشكله. هنا لا، الوحدات عندي انقسموا الى عده اقسام. عندي وحدات تامه، فبالتالي هي تستفيد من التكاليف بشكل اكبر من الوحدات الغير تامه، تمام؟ والوحدات الغير تامة هذه أنا حولتها إلى وحدات تامة معادلة، تمام؟ أمسكت ال 200 وحدة تحت التشغيل وضربتها في 50% اللي هو مستوى الإتمام، فهذه تعادل 100 وحدة تامة، تمام؟ هذه نقطة ثانية، تمام؟ فعندي نقطة إني أنا عندي التكلفة بوزعها على عدد الوحدات، تمام؟ بوزعها على الوحدات. والوحدات هذه عندي نوعين، عندي وحدات تامة وعندي وحدات غير تحت التشغيل. الوحدات اللي تحت التشغيل أنا بحولها إلى وحدات تامة معادلة، تمام؟ فبالتالي أمسك 200 وحدة ب 50%. طبعا السؤال أضاف لي زي ما نقول تعقيد آخر، تمام؟ وهو تعقيد واقعي، يعني أن المواد ما يتم إضافتها دفعة واحدة، تمام؟ فبالتالي قسم لي في مادة يعني يتم الاستفادة منها بانتظام خلال الفترة، فبالتالي جميع الوحدات الألف سوف يستفيدون منها. عندي تكلفة مواد فقط يتم إضافتها عند مستوى إتمام صفر أو عند البداية، فبالتالي سوف جميع الوحدات تستفيد منها. عندي مواد يتم إضافتها 60%، فبالتالي أي وحدات أقل من 60% ما تستفيد من هذه التكاليف، تمام؟ هذا بشكل عام. نجي الآن بشكل خاص، نأتي الآن بشكل خاص. أول حاجة عندي مستوى الإتمام صفر، تمام؟ مستوى الإتمام صفر، الأخت اللي سألت على توزيع المواد عند مستوى صفر، وش المواد اللي تم إضافتها؟ إيش المادة أو ما هي المادة؟ عندي في مستوى صاد، عفوا في مستوى صفر تم إضافة المادة صاد، تمام؟ فبالتالي كل المواد تستفيد منها، تمام؟ ولكن أنا عندي قسمت، صار عندي نوعين من الوحدات، تمام؟ عندي نوعين من الوحدات، عندي الوحدات 800 وحدة هذه مرحلة تامة، وعندي وحدات تحت التشغيل، فبالتالي تكلفة المادة صاد تساوي 20,000 ريال، وبالتالي هذه أنا أوزعها، تمام؟ أوزعها ما بين هذه الوحدات، فبالتالي المرحلة عفوا الوحدات اللي 800 وحدة تساوي 20,000 و 800 تقسيم 1000، وبالتالي يعطيني 16,000 ريال، تمام؟ وأنا عندي 20,000 أطرح منها 16,000، يبقى لي 4,000 ريال، هذه تصبح من ضمن التكاليف تحت التشغيل، فبالتالي أنا أوزع هذه التكاليف. بعدين لما وصلنا مستوى 30%، من وين 20,000؟ طيب هذه من وين 20,000؟ هذه لو ترجعين للسؤال عند نقطة 2، شوفي المادة صاد تساوي 20,000 ريال، تمام؟ السؤال ذكر لي نقطتين، ذكر لي متى يتم إضافة المواد وكم قيمة هذه المواد، لأن إذا ما عرفت قيمة المواد أنا ما استفدت، هذه الفكرة، تمام؟ وهكذا. وتم توزيع، اذا انت فهمتي صاد بتفهمين عين وطاء. انا مثلا سؤال للاخت النجار، الان طاء ليش حطيناها 16,000
في جهة 800 وحدة فقط، ولم نضعها ولم نوزعها كذلك على 200 وحدة تحت التشغيل. ممتاز، كذا واضح، واضح انه وضحت عندك الصورة. فبالتالي عشان 60% نسبة الإتمام وضعناها كلها على 800 وحدة تامة. أما لأن الوحدات التامة إيش معناها؟ أي نسبة إتمامها 100%، فبالتالي 60% تدخل من ضمنها، ولم نضعها في 200 وحدة تحت التشغيل لأن نسبة الإتمام 50%. وهكذا كذا طبعا. لو تنتقلون إلى صفحة 50، ذا كلكم يعني قواعد وكيف حسبت يعني هذه الأمور، وكذلك يعني عامل لكم هو طريقة الحل. فبالتالي لما أنت تقراها نوعا ما بتصير فكرة يعني الفكرة أوضح. فأتمنى قراءتها يعني نوعا ما يعطيك إياها بشكل مكتوب بشكل مرتب يعني. وشوفوا مثلا ها في صفحة 50 ايش يقول: أما بالنسبة للأجور والأعباء الإضافية فإنه يفترض دائما وفي كل الأحوال أنها تضاف باستمرار أثناء تشغيل المرحلة، ومن ثم تضرب كميتها المطلقة في نفس مستوى الإتمام التي وصلت إليه حتى نهاية كذا. فبالتالي أن الأجور والأعباء الإضافية هذه يتم الاستفادة منها بشكل منتظم. فبالتالي حنا في السؤال مسكنا سين، المادة سين 9000 حطيناها مع الأجور والأعباء لأن سين يتم إضافتها بشكل منتظم. فبالتالي حسبناها ووزعناها على 800 وحدة وعلى 200 وحدة تحت التشغيل. فبالتالي هذه فكرة السؤال: أنا أجمع التكاليف وبعدين أوزعها على التكاليف التامة التي سوف تتحول إلى المرحلة التالية، وكذلك أعرف رصيد تكلفة الوحدات تحت التشغيل التي سوف تكون رصيد أول الفترة في نفس المرحلة. طبعا هذا الآن أخذنا التمرين في حال عدم وجود وحدات تحت التشغيل أول الفترة. يعني احنا أخذنا مثال على وحدات تامة نهاية الفترة، بعدين أخذنا مثال على وحدات تامة نهاية الفترة بالإضافة إلى وحدات تحت التشغيل نهاية الفترة. الآن سوف نأخذ مثال على وحدات تحت التشغيل أول الفترة. فبالتالي سوف يعني يتم تطبيق يعني حصة أخرى. طيب الآن هذه في صفحة 51. طيب لما يعني لو حنا نبي ندرس المحاسبة عن تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة، طبعا عندي طريقتين، عندي طريقة الأول فالأول، وعندي طريقة ثانية اللي هي طريقة لو نرجع الآن في صفحة. أتمنى منكم بس ترجعوا لي إلى صفحة، إلى صفحة كم؟ 45. وحدات تحت التشغيل، عندي الطريقة المتبعة، عندي طريقة الأول فالأول أو طريقة متوسط التكلفة. تمام، طريقة الأول الأول أو طريقة أو طريقة متوسط التكلفة. المشكلة الآن يعني الوقت أشوف إنه ما يمديني أبدأ فيها، فنجعلها في اللقاء القادم. تمام، في حد عنده استفسار على تمرين رقم 4 في صفحة 51؟ قبل ما ننهي المحاضرة. طيب ممتاز. فالآن بس نعيدها لكم يعني بما أن باقي دقيقة واحدة، خلينا نعيدها لكم. تمرين رقم 4، أول حاجة رسمنا حساب المرحلة، وضعنا في جانب المدين جميع العناصر الموجودة. عفوا هذا صفحة كم؟ صفحة عفوا تمرين رقم 3. تمرين رقم 3 رسمنا حساب المرحلة في صفحة 49، وحطينا في الجانب المدين جميع التكاليف، وفي جانب الدان حنا وزعنا التكاليف هذه على نوعين من الوحدات. عندي وحدات تامة نسبة الإتمام فيها 100%، وعندي وحدات غير تامة
وكان حسب السؤال نسبة الإتمام حقها 50%، فبالتالي وزعت هذه التكاليف على هذا العنصرين. وعد الرسمة اللي من صاد نسبة 100% إلى النهاية، هذه الرسمة تساعدك في توزيع هذه التكاليف. طيب الأخت إليزا تسأل كيف جات 4000؟ 4000 في أي عنصر؟ في أي عنصر؟ صاد، تمام صاد. كيف جاءت الآن؟ حنا الآن نعرف أول شيء كم قيمة صاد حسب السؤال، كم تكلفة المادة صاد؟ عندك اكتبي لي في الشات عشان تكلفتها كم؟ صاد أنت كاتبة 20000، ممتاز 20000، تمام. أنا عندي 20000 أبي أوزعها على نوعين من الوحدات، عندي وحدات تامة 800 وحدة، وعندي وحدات التشغيل 200 وحدة، فبالتالي 20000 هذه كيف أوزعها؟ أوزعها حسب عدد الوحدات المستفيدة من هذه المادة، فبما أنها في بداية الفترة الجميع منهم استفاد، الجميع الوحدات استفادت من هذه المادة، فبالتالي عند 800 وحدة يصير عندي 20000 ضرب 800 تقسيم 1000. 800 تمثل عدد الوحدات التامة، والألف يمثل الوحدات جميعها اللي هي 800 زائد 200، وبالتالي يصبح إني يعني تخيل 80% راحوا إلى أو ذهبت إلى 800 وحدة، وال20% بتمثل 4000 ذهبت إلى الوحدات اللي تحت التشغيل. طيب وانت الان قلتي هذا قلناها احنا، يعني كيف نحسب ال4000؟ هذه نحسبها باكثر من طريقه، بامكاني احسبها 16000 ناقص 20000، او بامكاني احسبها بطريقه اخرى، امسك ال20000 لو مثلا شخص بدا في الوحدات تحت التشغيل، 20000 ضرب 200 تقسيم 1000، تمام. فعندي اكثر من طريقه نقدر نحلها فيها، بس اهم حاجه الفكره انا بوزع التكلفه على عدد الوحدات. وليش انا قسمت الوحدات 800 وحده و200 وحده؟ لان نسبه الاتمام عندهم مختلفه، فبالتالي الاستفاده من هذه التكلفه يكون مختلف. في صاد الكل استفاد منها، في عين الكل استفاد منها، في طاء فقط 800 وحده هي التي استفادت من هذه التكلفه. ليش؟ لانها وحدات تامه يعني 100%، اما تحت التشغيل لم تستفيد من ماده طاء لأن نسبة إتمامها 50%، وطاء تم إضافتها للوحدات التي نسبة إتمامها 60 فما فوق. فهذه الفكرة. الآن حنا عندنا جمعنا التكلفة في الجانب المدين وقسمناها في الجانب الداعم. إذا فهمنا يعني الهدف الرئيسي من التوزيع، البقية يسهل، وقيمة طاء كذلك معطى. يعني لو نقرأ السؤال، ليش احنا في البداية نقرأ السؤال ونطول فيه؟ عشان السؤال هذا المعطيات اللي الحل يعتمد عليها. الأخت ليزا واضح؟ فكلها سين وصاد وعين وطاء معطى كقيمة كتكلفة، وكذلك معطى متى يتم إضافتها إلى الإنتاج، تمام. يعني أتوقع في أحد عنده كذلك سؤال آخر قبل ما ننهي اللقاء، وأتمنى إنكم تقرون اللي صفحة 50. 50 هذا يشرح لنا كيف أتت هذه القيم وعامل لي قواعد، فبالتالي بإمكانكم تعملون يعني تعملوا لكم زي القواعد تستفيدون منها. فأتمنى وكذلك عندكم زي ما قلت لكم المادة كذلك مشروحة بالمصادر بالصوت والصورة، فبإمكانكم كذلك الرجوع لها. طيب الآن خلصنا من أسئلة الدرس، أي حاجة متعلقة بالتمارين يا أخ سالم سوف نناقشها إن شاء الله لما ننتهي من المنهج.
أي أحد عنده سؤال ولا عنده نقاط استيضاح يسجلها كملاحظة، وإن شاء الله في نهاية اللقاءات نجاوب لك على أي سؤال بخصوص هذه التمارين، لأن ما نقدر يعني ندخل مواضيع مختلفة عن اللقاء المخصص، كذا شوي بنعمل تشتت. أهم حاجة الآن بتمنى أنكم فهمتوا تمرين اليوم، وأتوقع الآن ما في أسئلة. إن شاء الله بإذن الله نلتقي معكم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.